جميع المتهمين تم تقديمهم بتاريخ اليوم، وتم متابعتهم عن طريق طلب الافتتاحي أمام السيد قاضي الأحداد. التمسنا للمتهمين الموقوفين الإيداع. بالنسبة للأشخاص المتواجدين بالخارج، التمسنا من قاضي التحقيق إصدار أمر بالقبض الدولي. يعني وبعد هذه التحقيقات في القبض الدولي، ماذا عن النتائج الأولية لهذه التحقيقات في عجالة سيد شنوفي؟ بالنسبة للتحقيقات أمام سيد قاضي التحقيق، نعم، بالنسبة لأمام سيد قاضي التحقيق، ما يخفاش عليكم أن التحقيق لا يزال مستمر. بالنسبة للقضايا والموقوفين الذين تم إيقافهم على مستوى الدرك شرشل، تم التماس الإيداع، وبالفعل تم إيداعهم تم إصدار في ضدهم أمر بالإيداع بالمؤسسة العقابية. بالنسبة للأشخاص الذين كانوا موقوفين بكتيبة الدرك الوطني لقوريا، وعددهم 4 أشخاص، تم إيداعهم بالحبس المؤقت، فيما التحقيق يبقى مستمرا وسيتم اختاركم عن طريق البيان بنتائج التحقيق المتوصل إليه.